تتنوع الأكلات الجزائرية كتنوع اللباس وتراث الجزائر. سكان الغرب لهم أطباق تميزهم، فولاية سيدي بلعباس يقترن اسمها بطبق الشرشم الذي لازال حاضرا بقوة في شهر يناير. وعندنا يتكون من القمح وهو راه داين ها هو قدامكم، وعندنا الحمص، وعندنا الفول. الكرفية الطبخ تاعه تبعنا احنا الجدود ودينا من عندهم مثلا هاد الاشياء. نديروا القمح في مدة يومين 3 ايام هو يتنفخ، هو والحمص والفول، وكي يتنفخوا هذيك مدة يومين 3 ايام اللي كنا مخلينا فيها نرموهم يفيضوا في الماميطة، هكا نديرهم غير بالماء يطيبوا. كي يولوا طايبين لينين كاع على ما اي نقلعوهم ونخروهم ونصبوا المرقة تاعنا كيما العادة تاع الشرشم ونرموهم كاع بالمكونات كاع نخلطوهم ونرموهم، ودوك نشوفوا الطبق ان شاء الله جاهز. بعد ما وجد معنا الطبق الشرشم هاو قدامكم هنايا، بعد ما رميناه في المرقة تاعه، هي بالنسبة للمرقة كل وحدة وكيفاش تطيب المرقة تاعه. كما أنا رميت فيه درت البصلة، درت الثوم، درت الكرافس تاعنا، درت اللفت، كاروطة، من بعد قاع ما جهزوا كل شيء طحنتهم، عود كان الفول، الحمص، القمح، كل شيء قاع واجدين وطايبين كنا مطيبينهم من قبل. رميتهم كاع في المرميطة وطابوا جهزوا، هذا هو الطبق راه واجد قدامكم. الأطباق العصرية أخذت حيزا كبيرا في حياتنا اليومية، غير أن الأطباق التقليدية وخاصة طبق الشرشم يبقى طبقا موروثا يميز مدينة سيدي بلعباس ثقافيا ويصنع الاستثناء أينما حل.